سيد الوزير بتواجد المسلمين في الشارع على مدار الحلقات الساد المسلمين على المدرسه عدونا بعدات حملات مكبره تشمل جميع التخصصات مراحل مرافق ومرور كافه المخلفات المروريه وكافه اشغالات الطريق ويدعو حركة المواطن في الشارع، الشارع ده ملك المواطن مش ملك حد تاني، ملك المواطن بصفة عامة، لازم المواطن يبقى واثق فيه لأن لو شغل الطريق هيخلي المواطن ينزل في ظهر الطريق هيعوق حركة المرور وهيعرض نفسه للخطر وده لن نسمح به إن شاء الله، حملات مستمرة على مدار اليوم ليلا ونهارا وفي جميع دوائر الأقسام ومراكز قطاع الجيش. بنظرا هناك حملات تنبيه ودعم تضامنيين قبل ما تشيلوا يعني هو اللي تعودنا عليه او اعتاد المواطن على ان بيعتبر ان ده حق له وده شيء غير مخالف للقانون وضد حقوق المواطن واحنا عشان كده اليوم قاصدين نشيل المخالفات الجسيمه اللي بتتشال يعني عربيه عاملها محل وحاطط فيها قاعه وبيبيع في ظهر الطريق هذا مخالف عايز انذار مخالف 50 انذار والمراجع على مدار اليوم نازله حملات دون استجابه فهو لما بيلاقي ان الحمله الجديه سابت له بيشيل المخالفه وبيديله انذار لو قرر تاني يبقى في تصعيد معاه في العقوبات بالقانون لان المختص بهذا الكلام الناحيه التابعه للمحافظه هي اللي بتتولى تحرير المخالفه واتخاذ الاجراءات القانونيه واحنا علينا دور التامين فقط ان شاء الله.